بالنسبة للسبسلولار ريسبونسز للإنجري، هناك بيكون مرات بعض التشينجز في الستركتشرز داخل الخلية بشكل سبيسيفيك. لما تتعرض لإنجري رح نعطي بعض الإكزامبلز عن السبسلولار، يعني المكونات الداخلية، how do they respond لما يحدث عندنا ستيمولس أو إنجري. مرات كثير الستيمولس أو الإنجري بتعمل دمج مينلي على السيتوسكيليتن تبع الخلية، على هيكل الخلية والبناء الستركتشر تبع الخلية اللي هو السايتو سكليتن، سكليتن الخلية. كلنا بنعرف انه سكليتن الخلية بتتكون من ليبيد كومبوننت ميكس مع بروتينز. من اهم البروتينز اللي بتساعد في تركيب ستركتشر او السكليتن، هيكل الخلية، عندنا بعض الاكزامبلز المايكروتوبيولز، الاكتن والمايوسين بروتينز، بعض الفيلمنتس اللي اطوالها بتيجي انترميديت وغيرهم. ففي عندنا كثير من الاكزامبلز لهاي بروتينز بتدعم السكليتون تبع الخليه، بنسميهم سايتوسكليتال بروتينز، يعني بروتينز بيعملوا هيكليه الخليه او الهيكل الخارجي والستركتشر تبع الخليه. فهون مرات الديفكت او الدمج بيعمل سايتوسكليتال ابنورماليتيز، يعني بضرب اي واحد من هدول البروتينز بيعمل عندنا دمج على الخليه. فرح نعطي بعض الاكزامبل. واحد من مثلا البروتينز اللي بتشكل سكليتن الخليه بنسميه المايكرو تيوبيولز، المايكرو تيوبيولز هم عباره عن تيوبيولر اركتكتشر او ستراكشر له ارينجمنت معينه، بيعمل بوليمرايزيشن او ترتيبه بشكل معين بحيث انه يعمل هيكل للخليه. في بعض الاشخاص بنولدوا بيكون في عندهم جينيتك ديفكت، ديفكتيف مايكرو تيوبيول بوليمرايزيشن، يعني هاي المايكرو تيوبيول it does not arrange بشكل صحيح، it does not polymerize بشكل صحيح، فبنولدوا في عندهم defect في الميكروتوبول polymerization، فstructure الخلية أو skeleton الخلية بيكون distorted أو abnormal. تمام؟ وين بنلاقي الديفكت عند هدول الأشخاص؟ mainly بالخلايا اللي يتطلب منها الحركة، يعني مثل الخلايا اللي إلها سيليا على السطح، مثل خلايا الجهاز التنفسي respiratory epithelial cells، مش بيكون في على سطحها سيليا اهداب، فبنلاقي الميكروتيوبيول جزء مهم من تركيب هاي الخلايا اللي فيها الاهداب. غيرها مثلا الخلايا اللي لها فلاجيلا مثل السبيرم، الحيوان المنوي، مش بيكون في له فلاجيلا بتساعد في الموتيليتي، جزء من تركيبها الحركي هاي الميكروتيوبيول. الاشخاص اللي بنولدوا عندهم ديفكتيف مايكروتيوبيول بوليمرايزيشن بنلاقي اللي هو بين قوسين بنسميه كارتر جينر سندروم، هدول الاشخاص بيكون عندهم ديفكت في هاي الخلايا الحركيه، فمينلي في الريسبيراتوري سيستم السيليا ما بتشتغل، فبتلاقي هدول الاشخاص دائما عرضه للريكرنت ريسبيراتوري انفكشنز لان السيليا غير فعاله، وبنفس الوقت في السبيرم طالما فيش فلاجيلا صحيحه فيش موتيليتي صحيحه فبيعانوا من انفيرتيليتي. تمام؟ فاذا هذا one example للجينيتك ديفكت بضرب structure المايكروتيوبيولز. تمام؟ من الاكزامبل الثانيه ديفكتيف لايسوسومال فيوجن مع الفاجوسوم. تتذكروا بالفاجوسايتوسز حكينا انه اللايسوسوم بيرتبط او بيتحد مع الفاجوسيتك باكيول علشان يعملوا ديجريديشن للماده اللي بنعملها فاجوسايتوسز، صح؟ بعض الاشخاص بيكون في عندهم ديفكت في اللايسوسوم اتحاده مع الفاجوسوم، فاللايسوسوم ما بيقدر يتحرك ترافيكينج صحيح باتجاه الفاجوسوم نتيجة سبسلولار ريسبونس، وبالتالي ايش هدول الاشخاص بيقدروش يعملوا فاجوسايتوسس. فهاي الفاجوسايتوسس بالذات بتهمنا وين؟ بحالات الانفلاميشن. تمام؟ فهدول الاشخاص اللي بيكون عندهم ديفكتيف لايسوسومال فيوجن مع الفاجوسوم بنسميه كيدياك هيجاشي سندروم، رح نرجع نحكي عنه ب تشابتر الانفلاميشن، ديفكتيف لايسوسومال فيوجن مع الفاجوسوم. اذا اول واحد قلنا ديفكتيف اورجانيزيشن اوف مايكروتوبيولز اللي هو سميناه كارتر جينر سندروم. تمام؟ بتلاقي مين الخلايا اللي بتتاثر؟ الريسبيراتوري ابيثيليوم بتلاقيهم عرضه للريكرنت انفكشنز، والسبيرم فيش فلاجيلا موتيليتي فبالتالي بيكونوا بيعانوا من انفيرتيليتي. هذا اول اكزامبل. خلاص اكزامبل اخر، الاشخاص اللي بيكون عندهم كرونيك الكوهوليكس، يعني بيتعاطوا الكحول بشكل مزمن بكميات كبيره، بتلاقي انه الكحول بيعمل دمج لبعض البروتينات في خلايا الليفر، هاي البروتينات بالذات انترميديت فيلمنتس، يعني اطوالها بتيجي وسط، لانه هدول الفيلمنتس في منهم شورت في منهم لونج وفي منهم انترميديت. ف
فالكحوليك انجري، الناس بتتعاطى الكحول بصير عندهم دمج على الانترميديت فيلمنتس، فهاي البروتينز لما بتصير دمج كلها تقع في داخل الخلية، فبتلاقيها بتتراكم بكميات كبيرة داخل الخلية. تراكمها بيعمل جسم زهري بنسميه مالوري بادي. مالوري بادي هذا هو المالوري بادي، جسم زهري داخل السيتوبلازم زي ما انتم شايفين، هذا هو دنس بينك بودي بقلب السيتوبلازم بنسميه مالوري بادي. هو عبارة عن ايه؟ عن انترميديت فيلمنت تحت الالتر ستراكشر، تمام، عند الناس الكرونيك الكوهوليكس. طبعا this is not specific للكرونيك الكوهوليكس، في ان بعض الامراض الثانية اللي بتعمل نفس الفكرة، ولكن بشكل عام it's common في مرضى الكرونيك الكوهوليكس، الناس اللي بتتعاطى الكحول، فخلايا الليفر عندهم بيعمل دمج فيها على الانترميديت فيلمنت، وبتراكم هذا الانترميديت فيلمنت داخل الهيباتوسايت، تمام، فهذا بنسميه المالوري بودي، تمام. مرات المايكروتوبيول اسوشيتد بروتينز بيصير لهم دمج في الجهاز العصبي، مينلي نيورونال مايكروتوبيول اسوشيتد بروتينز والنيوروفيلمنتس في الجهاز العصبي، هذول بتراكموا عند مرضى الزهايمر. هذا اكزامبل عند مرضى الزهايمر، بنسميهم نيوروفيبريلري انجلز، تراكم لهذول البروتينات في مرض الزهايمر within النيورونز، فدمج عن النيوروفيلمنتس تتراكم بقلب النيورونز. طيب هنا بس إعادة للكلام اللي حكيناه سابقا على اللايسوسوم ودوره الأوتوفيجي والهيتيروفيجي. حكينا إنه في نوعين من الفاجوسايتوسز، شرحناه سابقا. الهيتيروفيجي لما بنعمل انجلفمنت للستركتشر من برا، بندخله اندوسايتوسز بقلب الخلية إذا كان ليبيد سوليبل، بدخل في البينو سايتوسز إذا كان حجمه كبير، نعمل اكستنشن للممبرين حواليه وندخله بفاجو سايتوسز. لما بنحط البارتيكل بقلب الفاجوسيتيك فاكيول، هاي الفاكيول فيوزز مع اللايسوسوم واللايسوسوم بيبدأ يعمل ديجريديشن. والهيتيروفيجي قلنا أول اكزامبل وأكثر اكزامبل موجود في جسم الهيتيروفيجي حالة الانفلاميشن، لما بدخل عندنا بكتيريا أو ميكروب معين بتروح الانفلاماتري سيل، هدول بيحاولوا تو انجلف هاي البكتيريا، يعملوا لها فاجوسايتوسز ويعملوا لها دمج، تمام، فهذا الهيتيروفيجي. وحكينا برضو سابقا عن الاوتوفيجي ودورها بالاتروفي، قلنا بروميننت بنشوف الاوتوفيجي في الاتروفي، وانه بعض الانتراسيلولار اورجانيلز من نعمل لهم سيكوستريشن بنحطهم بقلب فاجوسيتيك فاكيول وبيجي اللايسوسوم بيتحد معاهم، فاوتو فيجو لايسوسوم بيعمل لهم ديجريديشن. حكيناهم سابقا وشرحنا ان اللايسوسوم لما بيعمل كاتابوليزم اذا كانت الماده كربوهيدرات فهاي كومبليتلي دايجستد بضلش منها بواقي، واذا كان فيها ليبيد قلنا بضل عندنا ريزيدجوال بادي، وهذا الريزيدجوال بادي بيظهر على شكل لايبوفيوسكين بيجمنت مشروح بالسلايدات السابقه، وفرجيتكم شكلها تحت الميكروسكوب، تمام. ومن اهم الديزيز اللي ممكن تنتج عن نتيجه خلل في اللايسوسوم، لما يكون الانسان بنولد عنده دمج في اللايسوسوم او ديفيشنت بعض الانزيمز في اللايسوسوم، في عندنا بعض المواد اللي المفروض بيحللها اللايسوسوم، طالما الانزيم ديفيشنت معناته هاي المواد كلياتها ما بتتحلل، بتضلها بتتراكم، فبنسميهم لايسوسومال ستورج ديزيز، يعني خاصه بالاطفال. في عندنا كومون انه بنولد الطفل بشكل جينيتك عنده نقص بانزيم من انزيمات اللايسوسوم، هذا الانزيم بيشتغل على ماتيريال معينه يحللها، طالما الانزيم مش موجود يبقى هاي الماتيريال ايش؟ بتتخزن في الجسم بدون ما تتحلل وبتتراكم وتتراكم accumulation of metabolite، فهدول الاطفال بنولدوا بلايسوسومال ستورج ديزيز اللي هو genetic defect deficiency the one of lysosomal enzymes. شرحنا هاي الرسمة سابقا، فرق الهيتيروفيجي عن الاوتوفيجي، تمام، ووجود الريزيجوال بدي على شكل لايبوفيسكن بيجمنتي بس مجرد إعادة. وقلنا مرات الميتوكوندريا بيكون لها ريسبونس خاص في الجسم. إذا بناخد مثلا الناس اللي بيكون بالالكوهوليكس مثلا، بتلاقي الميتوكوندريا بنطلب منها فانكشن اعلى، بزيد حجمها هايبرتروفي او بتزيد العدد تبعها، تمام، او مرات بالاتروفي بنعمل لها اوتوفيجي، تمام. وحكينا كونسبت الميجا ميتوكوندريا، الميتوكوندريا الضخمه الكبيره في مرضى الالكوهوليكس، او عندنا مرات بعض الاورام في الكلى اللي بنسميه اونكوسايتوما، ورم حميد في الكدني بيميزوا خلايا الورم انه فيها لوتس اند لوتس اوف ميتوكوندريا، تمام، فالميجا مايتوكوندريا بنشوفها عند الالكوهوليك او بنشوف لوتس اوف ميتوكوندريال
structures بهذا الورم. تمام. مرات من الريسبونسز الداخليه في الخليه بيحدث على السموث اندوبلازميك ريتيكولم. تعرفوا السموث اندوبلازميك ريتيكولم فيها البي 450 سيستم اوف انزيم، هذا اللي بيحلل معظم الكيميكالز اللي احنا بتدخل لجسمنا من ضمنها الادويه. تمام. فالناس اللي بتاخذ ادويه بشكل مزمن مثل هاي الادويه اللي بنسميهم باربيتوريتس، هاي الادويه لما بناخذها بشكل مزمن هاي ادويه بتعمل ستابيلايزيشن للجهاز العصبي، ادويه بتخص الجهاز العصبي. فالناس اللي بتاخذ هاي الادويه بشكل مزمن بنلاقي السموث اندوبلازميك ريتيكولم بكون عليها شغل كثير انها تحلل هذا الدواء. تمام. فمع الزمن السموث اندوبلازميك ريتيكولم ايش بتصير تزيد في عددها وتزيد في الفوليوم تبعها علشان تقدر انها تحلل هذه الكميه العاليه من الدواء. فعاده هذا الدواء ممكن يعمل ادابتيشن بالاخر، انه لما كان السموث اندوبلازميك ريتيكولم عددهم قليل كان الدواء ما يتحلل بسرعه، فكان يتواجد بالجسم فتره طويله ويعمل مفعول. هلا بعد الادابتيشن صارت السموث اندوبلازميك ريتيكولم تتواجد بكثره وتحلل الدواء اسرع، فبطل الدواء افيلبل في الجسم، فصار المريض يبطل يشعر بمفعول الدواء اكثر. هذا الشيء اللي بنسميه تولرنس. اذا بس الفكره انه الناس اللي بتاخذ ادويه مثل الباربيتوريت فور لونج تيرم على مدى مزمن، هذا الدواء لسنوات بياخذوه، مع الزمن السموث اندوبلازميك ريتيكولم لانها هي اللي بتشتغل عليه وهي اللي بتعمل له تحليل بالبي 450 وبتعمل له ميتابوليزم، بيزيد حجم السموث اندوبلازميك ريتيكولم. تمام. ف الهيت شوك بروتين اخر حاجه حكيناهم سابقا، قلنا بروتينات اذا بتتذكروا التشابيرونز او الستريس بروتينز، في منهم تو فاميليز ال اتش اس بي 60 و90 بالخلايا الطبيعيه، وقلنا ال اتش اس بي 70 فقط بنشوفهم بعد الانجري، هذا كله شرحناه سابقا. تمام. هذا كله ال اتش اس بي 70 موجود بعد الانجري لما بيصير عندنا بروتين دمج، هدول البروتينز مسؤولين عن تصحيح البروتينات، ري فولدنج للديناتشرد بروتينز، يصححوا البروتينات اذا كان في مجال انهم يتحولوا لمتشور فولدد بروتين، هيهم زبطوهم. بالمقابل لما يكون البروتين دمج بشكل كتير كبير بيودوهم على الابيكويتين بروتيوسوم باثوي. اذا البروتينات في الجسم تعرضت لدمج معين، خربت البروتينات وتراكمت في الخلية، فدور ال HSP 70 بيجي هون، بيجي يمسك الدمج دي بروتينات بيعمل لها ريفولدنج، بيصلح شكلها باك تو نورمال. اذا زبط هي زبط، اذا ما زبط بياخذها انها تتكسر على الابيكويتين بروتيوسوم باثوي ويصير ديجراديشن هناك. هذا التوبيك طبعا احنا شارحينه سابقا زي ما حكينا. تمام. زي ما قلنا سابقا شرحنا النوع الاول من السل ده اللي هو النكروسس، وحكينا انواعه وباي سيناريوهات بيحدث. اليوم نحكي على السكند تايب من السل ديث اللي بنسميه بروجرامد سل ديث، الموت المبرمج اللي هو اسمه ابوبتوسس، الموت المبرمج اللي هو اسمه ابوبتوسس. تمام. ابوبتوسس هو موت مبرمج للخلية. تمام. هو distinctive type of cell death where the cell commits suicide، يعني زي كأنها الخلية هي لحالها بتقرر إنها تنهي حياتها بنفسها عبر مانوفرز بداخلها هي، فبتنهي حياتها بذاتها و dies. تمام. فإذا it's a distinctive type من السل ده where the cell commits suicide، زي كأنها بتنتحر بذاتها. موت الخلايا الطبيعية غالبا بيموتوا في apoptosis، فإذا الابوبتوسس it can be physiological it can be pathological، يعني الخلية اللي بده ينتهي عمرها خلاص أدت مهمتها بده يجي غيرها بتموت باي ابوبتوسس. فإذا الموت الطبيعي للخلايا بيكون عن طريق الابوبتوسس فيسيولوجيكال، ومرات بيكون الموضوع باثولوجيكال، تريجر معين بيحفز إنه الخلية يدزها إنها تدخل في باثوي الابوبتوسس. فإذا الابوبتوسس موت الخلية بشكل مبرمج، الخلية بتنشط ميكانيزم من داخلها، بروتينات من داخلها، انزيمز من داخلها بتفاعل مع بعضهم وبينهوا حياة الخلية بإيديهم بدون أي مؤثر خارجي أو بدون أي مساعدة خارجية. تمام. زي ما قلنا apoptosis it can be physiological and it can be pathological. تمام. طيب بدنا نعطي بعض الاكزامبلز على الخلايا اللي بتموت بالapoptosis. اوكي. أول example programmed destruction of cells during embryogenesis. ايش الامبريوجينيسيس؟ اللي هو تكون الجنين.
صح؟ تعرفوا لأثناء تكون الجنين بتكون ستراكشرز معينة، تمام؟ هاي الستراكشرز مع الوقت تبدأ تتمايز للأورجنز تبعنا، فبس تخلص مهمتها هاي الستراكشرز وتطلع الأورجنز خلص ما بيعود إلها لزوم، فلازم تضمحل وتنتهي. كيف بتنتهي هاي الخلايا؟ عن طريق الأبوبتوسس. إذا destruction of cells during embryogenesis، structures معينة أو خلايا معينة بعد ما عملت وظيفتها وانتهت خلاص هلا المفروض إنها تنتهي تختفي. كيف بتنتهي؟ عن طريق الأبوبتوسس. نعطي example تاني، hormone dependent physiological involution، إنه الخلايا بعد ما نحرمها من الهرمون، إذا كانت النمو تبعها dependent على hormones معينة، بعد ما نسحب منها الهرمونز او مثلا مثل فتره المينوبوز لما تخف الهرمونات لدرجه انها خلص تنتهي، هاي الخلايا شوي شوي خلص they die، بيبدو خلص ينتهوا بشلهم شيدنج عن طريق الاندومتريوم، تمام؟ اكزامبل تاني during menstruation، during menstruation مش بتنزل مستوى الاستروجين والبروجسترون، فيبقى خلايا الاندومتريوم انحرمت من الهرمون اللي هو المفروض ستيمولس لها تبروليفريت، بتموت الخلايا وذي شد مع المنستوريشن عبر الابوبتوسس. كيف بتموت؟ في الابوبتوسس. cell deletion in proliferating tissues، مثل الابيثيليال سيلز اوف ذا gastrointestinal tract، المعده والانتستين والامعاء وكذا، تمام؟ هدول الاورجنز ببدلوا كم خلايا كل فتره والثانيه، يعني الخلايا التيرن اوفر تبعهم بكون عالي، كل فتره وفتره بتنتهي هاي الخلايا وبتجدد خلايا جديده مكانهم. كيف بتنتهي هاي الخلايا؟ هدول الـ proliferating tissues تنتهي فيهم الخلايا عن طريق الأبوبتوسس عشان تترك مجال ليجي محلها، فكل هذا physiological death للخلايا. الإميون cell death، خلايا الجهاز المناعي، تمام؟ مثل الـ T lymphocytes، الـ T lymphocytes بتكون موجودة مثلاً بتنشأ عشان إنها تهاجم فيروس معين، تمام؟ دخل هذا الفيروس، اجت الليمفوسايت تشكلت، هاجمت الفيروس وقضت عليه وانتهت الانفكشن وانتهى دورها، خلص هاي التي ليمفوسايت عملت دورها بنجاح، انتهى الفيروس قضت عليه، هلا المفروض هاي التي ليمفوسايت ايه تو داي، تمام؟ they die by apoptosis. السيل ده induced by T cells in viral infected cells، نفس الشيء انه مرات الفيروس بدخل على خلايا معينه مثل خلايا الحلق مثلا او خلايا الريسبيراتوري سيستم وبيعمل انفكشن هناك وبيبدا يظهر عندنا اعراض تنفسيه، مزبوط؟ فخلايا اللي بتحوي الفيروس بالجهاز التنفسي بتيجي خلايا التي ليمفوسايت تهاجم الفيروس فيها، فلما بتهاجم الفيروس فيها مرات بتهاجم الخلايا نفسها اللي حامله الفيروس والخلايا نفسها بتموت. كيف بتموت؟ باي ابوبتوسس. فكل هاي اكزامبلز، لا طبعا this is pathological example للابوبتوسس. مرات المايلد انجري، مايلد ثيرمال انجري، انه اصابه حراريه للخليه، راديشن انجري اشعاع، مرات الادويه، هذا مهم، الادويه السيتوتوكسيك تريتمنت، الادويه الكيماويه اللي بتتعاطى للمرضى بتحفز باث بالابوبتوسس، انتي كانسر تريتمنت، يعني الادويه اللي بنعالج فيها الاورام بالكيموثيرابي، هاي الادويه كيف احنا بنحفز هاي الخلايا تموت؟ بننشط باثوي الابوبتوسس فيها. elimination of neoplastic cells in tumors، نفس الشيء زي ما قلنا اذا تيومر بدنا نعطيه دواء معين عشان يقضي على الخلايا they die by apoptosis. مرض الزهايمر هذا واحد من الاكزامبلز، مرض الزهايمر بيكون في عندنا دمج او destruction للنيورونز، اوكي؟ stimulus طبعا فيها pure genetic element، مرات مرات immune mediated، بيكون دمج على النيورونز، النيورونز بيموتوا بالتدريج. كيف بيموتوا؟ degeneration بالتدريج عن طريق الابوبتوسس. كل هاي عبارة عن examples، كيف الابوبتوسس، طبعا هون pathological examples كيف الخلايا بتموت في الابوبتوسس، تمام؟ هلا نتعرف على الميكانيزم، اوكي؟ الخلية كيف بدها تبدأ عملية الابوبتوسس؟ يعني خلية انتهى عمرها اليوم وخلص it's time to die by apoptosis، كيف بتصير بروسيس الابوبتوسس؟ كيف شو اللي بيحدث داخل الخليه حتى انها تموت بالابوبتوسس؟ هلا نحكي في الميكانيزم، الميكانيزم في عندنا عشان نعمل عمليه الابوبتوسس تو فاميلي اوف بروتينز، هذول الفاميليز
هم اللي بيقوموا بعملية الأبوبتوسس. إذا المين بلايرز، اللاعبين الأساسيين في عملية الأبوبتوسس، تو فاميليز من البروتين. أول فاميلي هم مجموعة إنزيمز موجودين في السيتوبلازم، اسمهم كاسبيسز، والفاميلي الثانية هم بروتينات موجودين عند الميتوكوندريا، اسمهم بي سي ال 2 بروتينز، تمام، بي سي ال 2 فاميلي. فهدول التو فاميليز بيشملوا تحتيهم مجموعة بروتينات، تمام، هم اللي بيشتغلوا بروسيس الابوبتوسس. واحد اللي هم انزيمز موجودين في السيتوبلازم اسمهم كاسبيزز، والثانية بروتينات موجودين في الميتوكوندريا اسمهم بي سي ال 2 فاميلي، تمام. كاسبيزز في السيتوبلازم، ميتوكوندريال بروتينز اللي هم البي سي ال 2 فاميلي. نتعرف اول شيء على الكاسبيزز. الكاسبيزز هم الانزيمز، they are present في السيتوبلازم، هم الاساس في عمليه الابوبتوسس. من وين اجت كاسبيزز؟ السي الاسم، يعني كيف اجت التسميه، السي من سيستين اكتيف سايت، من تركيبه الامينو اسيدز، والاي اس بي اللي هي الاسبارتيك اسيد ريزيديو كليفج، يعني بس تسميته حسب تركيبه الامينو اسيد اللي مشكله لإله. الكاسبيز الموجودين في خلايانا بالوضع الطبيعي، الا انهم موجودين بشكل ايش؟ ان اكتف. لما نحتاج الابوبتوسس بصير لهم اكتيفيشن، لما نحتاج الابوبتوسس بصير لهم اكتيفيشن. الكاسبيزز في منهم مجموعتين او تنتين، الكاسبيزز الانيشيترز اللي هم البدايه اللي بيبدوا عمليه الابوبتوسس وبعطوا السيجنال الاولى، بعطوا الشعلة الأولى لفكرة الأبوبتوسس، سيجنالينج للإنشيترز هدول، بعطوا الأوامر للخلية، وبالتالي الخلية بصير لها كوميتمنت تو أبوبتوتيك سيل، تلتزم بمسار الأبوبتوسس. فإذا هدول أعطونا الإشارة الأولى، الخلية تلتزم بالمرور في باثوي الأبوبتوسس، تمام. وهدول موجودين في بعض أنواع الخلايا. إذا الإنشيترز اللي بيبدوا، اللي هم بعطوا إشارة البداية، لما بعطوا السيجنال تبعتهم نبدا باثوي الابوبتوسس، فالخليه كلها تلتزم بالدخول لباثوي الابوبتوسس. فاول كاسبيزز اللي هم الانيشيترز. الكاسبيزز الثانيين اللي هم الافكترز، او بين قوسين اكسكيوترز، نفس الشيء المنفذين. هدول بيعطوا الاشاره، هدول بينفذوا، هدول بيعطوا الاشاره، وهدول اذا بينفذوا. الافكترز او الاكسكيوترز اللي بينفذوهم بروتيزز، هم انزيمز ببساطة، بروتيزز بيكسروا البروتينات، bring about structural degradation of the cells، يعني هم اللي بيكسروا structures الخلية بين إيديهم وبيحولوها لخلية ميتة، بيقطعوا الخلية. وهدول موجودين in all cell types. إذا الكاسبيسز اللي بيشتغلوا في الأبوبتوسس، أول ناس اللي هم الانيشيترز اللي هم بعطوا السيجنال، والتانيين اللي هم الافكترز اللي هم اللي بيقوموا بعملية الأبوبتوسس بإيديهم. بروتيزز بيكسروا الخليه، ستراكشرال ديجراديشن، بيقطعوا الدي ان اي، بيقطعوا الممبرين، وبيوزعوا الاورجانيلز، وبالتالي هم اللي بيقوموا بعمليه الابوبتوسس بايديهم، تمام. فهذا بالنسبه لعائله الكاسبيزز. العائله الاولى زي ما قلنا هم انزيمز موجودين في السيتوبلازم بالوضع الطبيعي بشكل ان اكتف، لما بنحتاج بعض بالابوبتوسس they get activated. اول مجموعه الانيشيترز اللي هم بعطوا السيجنال الأولى إشارة البدء، والإفكترز هم اللي بقوموا بعملية الديجراديشن تبعت الخلية و الأبوبتوسس بإيديهم. نتعرف على المجموعة الثانية اللي هم البي سي ال 2 فاميلي اوف بروتينز. قلنا بروتينات موجودين في الميتوكوندريا، في الوول اوف ذا ميتوكوندريا. هذول البي سي ال 2 فاميلي زي العائلة الأمنية، شو بيعملوا؟ هدول بي منج بوابات الميتوكوندريا، امتى تفتح وامتى تسكر. طيب شو بدنا بوابات الميتوكوندريا امتى تفتح وامتى تسكر؟ تتذكروا سابقا لما شرحنا عن الميتوكوندريا، قلنا الميتوكوندريا بتخبي داخلها بروتين معين اسمه السيتوكروم سي، وهذا السيتوكروم سي ممنوع يخرج خارج الميتوكوندريا، لانه اذا خرج بينشط باثوي الابوبتوسس. حكيناها سابقا لما حكينا على دمج اوف ذا ميتوكوندريا. فالسيتوكروم سي المفروض في الوضع الطبيعي هو موجود داخل الميتوكوندريا. لما بدنا ندخل في الابوبتوسس نحتاج السيتوكروم سي نطلعه لبرا. طب لما نيجي نطلعه لبرا، اذا احنا بحاجه نفتح البوابات تبعت الميتوكوندريا علشان
يخرج السيتوكروم سي. مين بيفتح لنا البوابات؟ البي سي ال 2 فاميلي اوف بروتينز، البي سي ال 2 فاميلي اوف بروتينز. اذا هم بروتينز انفلونس الميتوكوندريال ممبرين بيرميابيليتي، نفاذيه الوول تبع الممبرين، important players in regulating the apoptosis. هدول الفاميلي في منهم مجموعة مسؤولين يفتحوا البوابات مثل الباكس والباد والبيد والبيم، تمام؟ وفي منهم مجموعة بيسكروا البوابات مثل البي سي ال 2 والبي سي ال اكس والام سي ال 1، تمام؟ فإذا منهم مجموعة بيفتحوا البوابات وفي منهم مجموعة بيسكروا البوابات. اللي بيفتحوا البوابات الباكس والباد والبيد هدول بيسمحوا السيتوكروم سي يخرج برا، وبالتالي تمشي عملية الأبوبتوسس. فإذا هدول بيحفزوا الأبوبتوسس بنسميهم برو أبوبتيك، صح؟ أما المجموعة الثانية العكس، البي سي ال 2 والبي سي ال اكس والام سي ال 1، هدول بيسكروا البوابات بيمنعوا السيتوكروم سي يخرج، فإذا هدول بيمنعوا الأبوبتوسس، فإذا هدول أنتي أبوبتيك. إذا هم بينظموا خروج السيتوكروم سي من الميتوكوندريا، فمنهم مين بيزيد البيرميابيليتي وبيسمح السيتوكروم سي بالخروج، وبالتالي ابوبتوسس اكتيفيشن مثل الباكس والباد والبيت، ومنهم مين بيسكروا البوابات بيقللوا البيرميابيليتي بيمنعوا السيتوكروم سي يخرج، وبالتالي بيمنعوا الابوبتوسس انتي ابوبتوتيك مثل بي سي ال 2 والبي سي ال اكس والام سي ال. لاحظوا انه احنا بنسميهم بي سي ال 2 فاميلي، هو البي سي ال 2 اتس ممبر اوف ذا فاميلي، واكشلي البي سي ال 2 از انتي ابوبتوتيك غالبا، ولكن هم مجموعه كبيره من ضمنهم بي سي ال 2، في منهم برو ابوبتوتيك وفي منهم انتي ابوبتوتيك، ولكن بشكل عام سمينا كل المجموعه باسم البي سي ال 2. اذا هدول فاكتورز انفلونس الميتوكوندريال ممبرين بيرميابيليتي، نفاذيه الممبرين، امبورتنت بلايرز في الابوبتوسيس. لما الخليه تتعرض لستيمولس معين، تعرضت لتوكسين، تعرضت لإشعاع، تعرضت لشوية نقص من الأكسجين النوكسيا، بنفتح بوابات الميتوكوندريا اللي سميناهم permeability transition pore complex. هاي البوابات permeability transition pore complex channels، أوكي؟ فهاي البوابات إحنا بنفتحها which will release cytochrome C يخرج لبرا من الميتوكوندريا للسيتوبلازم، تمام؟ والسيتوكروم سي بس يخرج للخارج بتعامل مع برو ابوبتوتيك بروتيزز، يعني ابوبتوسز اكتيفيتنج فاكتور، هدول بنكشوا على الكاسبيسز الافكتر كاسبيسز حتى انها تنفذ الابوبتوسز. فاذا كمان السيتوكروم سي تحت اي مؤثر ما غيرنا نفاذيه الميتوكوندريا سمحنا له يخرج برا بمساعده فاكتور برو ابوبتوتيك خارجيه، بروح بنكش على الافكتر كاسبيز يقطع الخلية ويحولها into apoptotic cell. فهذه الفكرة. مين بنظم البيرميابيليتي تبعت الميتوكوندريا؟ البيرميابيليتي ترانزيشن بور كومبلكس، إذا ال بي سي ال 2 فاميلي اوف بروتين. تمام، زي ما انتم شايفين هون هاي الميتوكوندريا، هاي الفتحات تبعت البيرميابيليتي ترانزيشن بور كومبلكس او بالعربي البوابات، تمام؟ اي نقص في الطاقة رياكتيف راديكالز، اي نوع من ستيمولس بيعمل دمج على الخليه، بيخلي هالبي سي ال 2 فاميلي تفتح هالبوابات، يزيد البيرميابيليتي ويخرج السيتوكروم سي. والسيتوكروم سي بمساعده ابوبتوتيك انديوسبل فاكتور او برو ابوبتوتيك اكتيفيتنج فاكتور بتساعدوا مع بعض بيعملوا سبيز اكتيفيشن، وبالتالي بينفذوا عمليه الابوبتوسيس، تمام؟ فاذا دور البي سي ال 2 هم جروب من البروتينز اما بيسكروا البوابات وبالتالي سبرس الابوبتوسس مثل بي سي ال 2 والبي سي ال اكس، او بيفتحوا البوابات بيزيدوا البيرميابيليتي تي انهانس الابوبتوسس مثل الباكس والباد، تمام؟ البي سي ال 2 بروتكت فروم ابوبتوسس باي ستابلايزنج الميتوكوندريال ممبرين، زي ما قلنا الممبر هذا البي سي ال 2 بروتكت فروم ابوبتوسس by stabilizing the mitochondrial membrane، بسكر البوابة بمنع زيادة البيرميابيليتي وبالتالي بخبي السيتوكروم سي جوا، وبالتالي السيتوكروم سي ما بخرج الخارج، بتعامل مع الابوبتوتيك اكتيفيتنج فاكتور، وبالتالي no activation of apoptosis. فإذا بالوضع الطبيعي البي سي ال 2 كبروتين لحاله بمنع الابوبتوسيس انه يخلي البوابات مسكرة
ويخلي السيتوكروم سي في الداخل. تمام، هذا بالنسبة لدور الكاسبيزز ودور البي سي ال 2 فاميلي. تمام، دور الكاسبيزز ودور البي سي ال 2 فاميلي. حلو، هلا كيف الخلية لما يصير فيها أبوبتوسس بتغير شكلها؟ كيف بتموت؟ شو اللي بيحدث على شكل الخلية؟ طبعا السيناريو لما بيحدث الأبوبتوسس، يا إما سيناريو دمج من الخارج مثل راديشن أو توكسين أو راديكال بتيجي على الخلية من الخارج، تمام، وبتيجي هذا بتستشعر هذا الدمج الميتوكوندريا، بتروح البي سي ال 2 بروتينز، اوكي، بتفتح بوابات الميتوكوندريا الباكس والباد وغيرهم، تمام، وبيخرج السيتوكروم سي وبعمل اكتيفيشن للافكتر كسبيس. هذا بنسميه انترنسك باثوي، مرور عبر الميتوكوندريا، يعني استشعرنا الدمج عبر الميتوكوندريا، نظمنا السيتوكروم سي وخرج، هذا بنسميه انترنسك باثوي، مرورا عبر الميتوكوندريا. الموديل الثاني انه والله ارتبط ريسبتر على سطح الخليه، اوكي، فحفزها انها تموت باي نكروسز، مثل الفاز، فاز ليجند، ها، بيرتبط مولكيول الفاز مع الليجند تبعه او التومر نكروسز فاكتور مع الريسبتر تبعه، وبتلاقي مين بيستشعر الدمج هون؟ الانيشيتر كاسبيز بيعطي السيجنال الاوليه للافكتر كاسبيز. فهون ما بنمر عبر الميتوكوندريا، فبنسميه اكسترنسك باثوي. اذا intrinsic pathway للطريقة اللي بنمر فيها عبر الميتوكوندريا، و extrinsic pathway مثل مثلا تي لمفوسات لما بموتوا بالابوبتوسيس، تمام، او ادوية معينة سايتوتوكسيك ترتبط بالريسبتر على السطح، ما بنمر عبر الميتوكوندريا، فهذا بنسميه extrinsic pathway. اللهم انه الانيشيتر كسبيس بيستشعر الدمج وبعطي السيجنال للافكتر كسبيس. سواء اجينا intrinsic pathway عبر الميتوكوندريا او extrinsic pathway بدون ميتوكوندريا، نوصل لدوار مشترك، ها، نقطة مشتركة اللي هم الإفكتر أو الإكسكيوشنر كسبيزز. تمام؟ طيب وصلنا للإكسكيوشنر كسبيز، تمام؟ شو بيعمل الإكسكيوشن كسبيز؟ هو اللي بيعمل الدمج للخلية، بيحفز إنزيمات تقطع الـ DNA لقطع متشابهة إندونيوكليز، فمنقطع الـ DNA لقطع متساوية الأحجام عبر إنزيم إندونيوكليز، نعمل كاتابوليزم للسيتوسكيليتون، بنقطع سكيليتون الخلية لقطع متساوية الأحجام زي هدول، بنسميهم أبوبتوتيك بوديز، أبوبتوتيك بوديز، ها، بنقطعهم وبنوزع الأورجانيلز والدي إن إيه على هدول الأبوبتوتيك بوديز، يعني زي كأنه بنقطع الخلية لقطع متساوية، كل قطعة بنحط فيها جزء من الدي إن إيه، جزء من الأورجانيلز، أوكي، بتيجي بتنفصل عن الخلية بهذا الشكل زي أبوبتوتيك بود، ولما تنفصل تماما بتصير ابوبتوتيك بودي. فطالما هي عم تتشكل البد، ولكن لما بتنفصل تماما بنسميها ابوبتوتيك بودي، فيها جزء من الدي ان ايه، فيها اجزاء من الاورجانيلز في السيتوبلازم، وبتخرج للخارج. فبالاخر كل الخليه تتحول الى مجموعه ابوبتوتيك بودي، نقسمها لاربعه خمسه ابوبتوتيك بودي، بنوزع عليها الدي ان ايه اللي قطعناه بالاندونيوكليز، بنوزع عليها الاورجانيلز اللي موجوده بقلب الخليه، وبتخرج إلى الخارج، وهكذا بتموت الخلية باي أبوبتوسس. تمام؟ طيب هدول الأبوبتوتيك بادي بعد ما يغادروا الخلية وينتهوا، بعد ما يغادروا الخلية وينتهوا، وين بروحوا؟ تتلقفهم من الماكروفيج، الماكروفيج بتعمل لهم فاجوسايتوسس وبتنهيهم. طب كيف تتعرف عليهم الماكروفيج؟ في على سطحهم بكون ليجند خارجي اسمه فوسفاتيدل سيرين، فوسفاتيدل سيرين، تمام، هذا ليجند خارجي، تمام، و لما تيجي الماكروفاج بتتعرف عليه بتعمل فاجوسايتوسيس لهذا الابوبتوتيك بودي، وبتنهي الخلية بالفاجوسايتوسيس. تمام، فاذا هاي هي المين ميكانيزم اوف ابوبتوسيس. زي ما قلنا، يا اما الدمج بيجي من برا بيأثر على الميتوكوندريا، بتغير بيرميابيليتي وخروج السيتوكروم سي بنشط الافكتر كسبيسز وبحدث الابوبتوسس، هذا سميناه انترنسك باثوي او ميتوكوندريال باثوي. والثاني الاكسترنسك باثوي بدون المرور عبر الميتوكوندريا، انيشيتر كسبيس بتستشعر الدمج، بتروح للافكتر كسبيس بتنشطه، وبتتم عمليه الابوبتوسس.
سواء انترنسك او اكسترنسك نوصل عند الافكتر كسبيسز. تمام. وزي ما قلنا اذا في الليمفوسايت بتروح اكسترنسك باثوي مثلا الميديكيشنز معينه بتيجي بهاي الطريقه، اوكي، سواء بهاي الطريقه او هاي نوصل اكسكيوشنر او افكتر كسبيس. شو بيعملوا هدول؟ هدول ايش؟ بحفزوا اندونيوكليز يقطع لنا الدي ان اي لقطع، وبحفزوا تكسير لاستراكشر السكيليتون تبع الخليه يحولنا اياه لهدول ابوبتوتيك بوديز. بيجي السكيليتون بخرج برا على شكل ابوبتوتيك بود، بجمع جواته جزء من الدي ان اي، جزء من الاورجانيلز والسيتوبلازم، بكون بد، بعدين بنفصل بصير بدي، وعلى سطحه ليجند الفوسفاتيد السيرين عشان تتعرف عليه الماكروفاج وتعمل له فاجوسايتوسيس. هذا هو كيف بتموت الخلية باي ابوبتوسيس. إذا الميكانيزم بس ترتيب لنفس الكلام، انترنسك لاك اوف جروث فاكتور، إذا كنا معودين الخلية على جروث فاكتور تعبناه منها، أو إجا ليجند ارتبط على ريسبتر على سطح الخلية، فبتلاقي الخلايا او راديشن مثلا او تي ليمفوسايتس مثلا بدها تموت، بتموت بالسيجنال الاوليه. بعدين الكنترول عن طريق البروتينات اللي هم البي سي ال 2 فاميلي بلايز ذا رول ريجوليشن للميتوكوندريال ميمبرين بيرميابيليتي، وهذا بينظم خروج السيتوكروم سي، خرج برا تعامل مع ابوبتوتيك اكتيفيتنج فاكتور ونشط الافكتر كسبيسز تو دو ذا ابوبتوسيس. تمام. هذا بالنسبه للبي سي ال 2 فاميلي، وقلنا في منهم عوامل بتزيد البيرميابيلتي وبتفتح البوابات مثل الباكس والباد والبيد، وفي منهم عوامل انتي ابوبتوتيك بتسكر البوابات وبتمنع خروج السيتوكروم سي. بعدين لما وصلنا لمرحله الافكتر كسبيز بصير عمليه التنفيذ. كيف بننفذ الموضوع؟ الانزيم هذول الكسبيزز هم اللي بيغيروا شكل الخليه، بيكسروا البروتينات وبيحولوا الخليه لابوبتوتيك بوديز مختلفه. في الوضع الطبيعي الكاسبيزز قلنا هم ان اكتف وسبرس، ولكن لما بنحتاج الابوبتوسيس مباشره بننشط. شو بيعملوا هدول الكاسبيزز الافكتا؟ اول شيء بنشطوا انزيم الاندونيوكلياز، واندونيوكلياز بيقطع النيوكلياس فراجمنتيشن اوف ذا دي ان اي. تمام. بيكسر الدي ان اي او بيقطع الدي ان اي. ما يميزه انه بيقطع الدي ان اي ات ريجولار انترفلز، يعني لقطع متساويه الاحجام تماما، حوالي 200 بيز بير لكل قطعه، وكل قطعه بنسميها نيوكليوسوم. كيف بنجيب مقص من قصص الدي ان اي لاطوال متساويه الاحجام؟ هذا المقص هو الاندونيوكليز، بيعمل فراجمنتيشن للدي ان اي ات ريجولار انترفلز، فبتلاقي كل نيوكليوسوم قد الثاني. تمام. وهذا الحكي كيف ببين عنا؟ كيف بنعرف هاي المعلومة؟ لما بنحط على الالكتروفريسز على الاجروس جل الالكتروفريسز زي ما انتم شايفين هون، بنلاقي قطع الدي ان اي كلياتها متساوية، عاملين زي السلم، قد ما هم متساويين بالضبط زي السلم لادرينج بنسميه اوف ذا دي ان اي على الاجروس جل الالكتروفريسز. كيف صار هذا الاحجام المتساوية وهذا الابيرنس اللادرينج؟ لانه تقطيع الدي ان اي بصير بإنده النيوكليوس. لاحظوا انه هذا الحكي مختلف عن ايش النكروسس. لما حكينا عن النيوكليوس، النيوكليوس لما بتتقطع بالنكروسس بصير فيها كاريوركسس فراجمنتيشن بشكل عشوائي، تتفتفت بشكل عشوائي، بينما بالابوبتوسس اللي بيشتغل عليها انزيم اندونيوكليز فبقطع على اطوال متساويه الاحجام، وبتعمل هذا المنظر على الالكتروفوريسيس مثل السلم لاذرينج. نفس الشيء الافكتر كاسبيزز بتنشط جلوتاميزز مختلفة، هدول بيعملوا كروس لينكينج للبروتينز وببدوا يقطعوا في البروتينات تبعت الخلية. تمام. قلنا تكسر السكيليتون تبع الخلية، تحول لابوبتوتيك بادز، وتجمع بقلبه جزء من الدي ان اي وجزء من الاورجانيلز. وهلا بعد ما خرجوا الابوبتوتيك بادز بالاخر، الابوبتوتيك سيلز فراجمنتد بيعملوا لنا ابوبتوتيك بود بيحتوي على جزء من السيتوبلازم، على جزء من الاورجانيلز، وعلى جزء من النيوكلير ماتيريال. تمام. وكان ابوبتوتيك بود وانفصل تماما، صار اسمه ابوبتوتيك بودي. فهذا الابوبتوتيك بودي قلنا على سطحه صار فيه ليجند عشان تتعرف عليه الماكروفاج. شو اسم الليجند؟ فوسفاتيدل سيرين.
تمام. These are recognized by macrophages والماكروفاجز بتيجي مباشرة بتعمل لهم engulfment، بتعمل لهم ريموفال. أهم حاجة إنها بتعمل لهم فاجوسايتوس، تخلصنا منهم بدون inflammation، بدون inflammation. هون كتير مهم إنه بدون inflammation. عكس مين؟ عكس النكروسز، النوع الثاني من السل ده. النوع الثاني من السل ده النكروسز، دائما الخلايا الميتة محاطة بإنفلاميشن. أصلا كتير مرات بننتبه على النكروسز لما نشوف كمية الإنفلاميشن. بالمقابل في الأبوبتوسس there is no inflammation. تيجي هالماكروفاج تبتلعهم، تتخلص منهم على الساكت بدون inflammation، تمام. فهاي كمان ميزة أو تفرقة بين الأبوبتوسس والنكروسز. لاحظوا كيف بالأبوبتوسس شكل الخلية الطبيعية، تمام. هذه الخلية النورمال، كيف بيكون السطح والستركتشر تبعها. بتقرر هاي الخلية مثلا الوسطانية بتموت باي أبوبتوسس، تتحول لمجموعة أبوبتوتيك بادز، في كل وحدة جزء من النيوكليوس، جزء من الأورجانيلز، وإيش جزء من السيتوبلازم، تمام. بعدين تنفصل بتصير أبوبتوتيك بادي. كل أبوبتوتيك بادي بيشمل جزئية صغيرة من الدي إن إيه وأورجانيلز وسيتوبلازم. لاحظوا كيف على الميكروسكوب شكل الأبوبتوتيك بادي، بنلاحظ إنه جزء الدي إن إيه غامق اللون كتير، والأبوبتوتيك بادي السيتوبلازم ريجيد لونه غامق جدا فوسي، تمام. فهذا شكل الأبوبتوتيك بادي، بيكون حجمه صغير ولونه بيكون غامق. بعدين تيجي الماكروفاج بتعمل له ريموفال وبتخلصنا منه بالفاجوسايتوسيس بدون انفلاميشن، تمام. فهذا بالنسبة لتغيرات على شكل الخلايا بالأبوبتوسس. هلأ بالمورفولوجي بنواجه بعض الأشياء المختلفة في الأبوبتوسس. واحد من الأشياء إنه الأبوبتوسس it's difficult to appreciate histologically، يعني مش سهل نشوف الخلايا اللي بتموت بالأبوبتوسس على الشكل على الميكروسكوب. ليه؟ لأن الأبوبتوسس بصيب إما single cell or small groups of cell، يعني إيه لما الخلية نفسها بدأ ينتهي عمرها هي واحدة من ضمن الجميع، فبتروح بالأبوبتوسس أو small group of cells اللي بيعملوا أبوبتوسس، مش كل النسيج زي النكروسس. يعني النكروسس مثلا صار اسكيميا على أورجان، تلاقي كل الخلايا they die by necrosis. الأبوبتوسس لا، الأبوبتوسس كل خلية لحالها أو كل مجموعة من خلايا لحالهم بين viable tissue، فمش سهل إنه it be appreciated على الميكروسكوب على الهيستولوجي. من الأشياء اللي بتخلينا صعب نلقطهم على الهيستولوجي كمان إنه ما في حواليهم inflammation، there is no surrounding inflammation، فيش inflammatory cells، غير على النكروسس. زي ما قلنا منطقة النكروسس دائما بكون في حواليها كتير inflammation، فبسهولة بنندل على الأريا of necrosis. والشغلة الثالثة الربد removal by fragmentation and engulfment by cell، يعني بسرعة بتيجي الماكروفاج بتعمل فاجوسايتوسس لها ابوبتوتيك بادي قبل ما نلحق نشوف الابوبتوسس على السلايد. إذا الديث عادة بصيب سنجل سيلز أو جروبس أوف سيلز، تمام. فبالتالي سكاتب within viable tissue، فمش سهل إن نشوفهم. No surrounding inflammation، كمان برضو ما بنلقط إنه في خلايا بتموت. و rapid removal by macrophages، هدول الثلاث أشياء بيخلوا منظر الأبوبتوتيك سيلز على الهيستولوجي صعب إن نشوفه، أو على الميكروسكوب صعب إن نشوفه، تمام. بالنسبة للأبوبتوسس، أوكي. يعني لاحظوا هون إنه هاي الخلية لحالها من دون البقية هي الوحيدة اللي صار فيها أبوبتوسس، فقط هي، تمام، واختفت هي. بالمقابل الخلايا المحيطة كلهم نورمال وما صارش فيه انفلاميشن بالمكان. آخر حاجة اللي هي بعض الكومباريزن، يعني بدنا نقارن بين النكروسز والأبوبتوسس. بعض المقارنات، هلا صرنا حاكين المرة الماضية أنواع النكروسز وأشكالها، واليوم الأبوبتوسس، بدنا نعمل مقارنة بين التنتين. الستيمولس، أول شيء إيش المحفزات اللي بتخلي الخلية تروح بنكروسز، وإيش المحفزات اللي تخلي الخلية تروح بأبوبتوسس. زي ما حكينا اليوم قلنا الأبوبتوسس it can be physiological، موت طبيعي للخلايا بتموت بالأبوبتوسس، أو مرات إنها تكون pathological زي ما قلنا viruses، الفيرال illness عادة تحفز أبوبتوسس، السيتوتوكسيك ثيرابي، الأدوية الأنتي كانسر ثيرابي بتحفز أبوبتوسس، تمام، الألزهايمر death of neurons بتحفز أبوبتوسس.
النيكروسز از اولويز باثولوجيكال. ها هون فيسيولوجيكال اور باثولوجيكال ابوبتوسيس، النيكروسز از اولويز باثولوجيكال. اهم اسبابه الهايبوكسيميا على الخلايا او توكسينز معينه تعرض لها الخلايا. طيب تحت الميكروسكوب كيف بفرقوا؟ هون الخلايا بتمر في سويلينج، بعدين بتبدا نكروسز، ايوسينوفيليا وبكنوسز وكيريولايسز وكيريوريكسز، تتذكروا حكيناهم. هون لا، كل خليه لحالها، الكروماتين بتقطع بالاندونيوكليز لقطع غامقه كوندنس وبتحولوا لابوبتوتيك بودي مع الفوسفاتيدلسيرين تتعرف عليهم الماكروفيج. هناك لا، كل التشو الخلايا بتصير فيه ايوسينوفيليا وبيكنوسيس وبيريولايسيس. طيب كيف بتم تكسير الدي ان ايه؟ شو حكينا امبارح بالنكروسز؟ راندوم راندوم كيريوركسيس، يعني الخلايا بتتفتفت راندوملي، بينما هون لا، انترنيوكليوسومال، صح؟ انه الاندونيوكليوس بقطع الدي ان ايه لقطع متساويه الاطوال، وهاي القطع متساويه الاطوال تعملنا منظره لادرينج على الالكتروفوريسيس. تمام. الميكانيزم، واحد من اهم الاشياء الاي تي بي ديبليشن، لما بنقص الاي تي بي او الممبرين دامج او الفري راديكلز حفز نكروسز. هناك مرات اشي جيني، تركيب الجيني للخليه خلص انتهى عمرها، بنتنشط هدول الانزيمز تقطعوه. هون انفلاميشن، وقلنا مهم انه في كثير انفلاميشن في الابوبتوسيس، there is no surrounding inflammation, only phagocytosis by الماكروفاج. تمام، هذا بالنسبة لكل عملية الابوبتوسيس. جزئية البي سي ال 2 هون عندنا. اوكي، هلا البي سي ال 2 فاميلي، هدول البي سي ال 2 فاميلي هم عبارة عن بروتينات موجودين في الوول اوف ميتوكوندريا، ساكنين في الوول اوف ميتوكوندريا. تمام، هم عائلة كاملة سميناها بي سي ال 2، في منها ممبرز، في جزء من هاي العائلة الباكس والباد والبيد والبيم، هدول مسؤولين عن فتح بوابات الميتوكوندريا. تمام، والجزء الثاني من العائلة البي سي ال 2 والبي سي ال اكس والام سي ال 1، هدول بيعملوا العكس تماما، بيسكروا بوابات الميتوكوندريا. فاذا وظيفة البي سي ال 2 هم ايش؟ يعملوا لنا كنترول على بوابات الميتوكوندريا والبيرميابيليتي تبعتها. تمام، ليش مهم البيرميابيليتي؟ لانه جوا الميتوكوندريا بيكون مخبى سيتوكروم سي، خروجه الى الخارج بنشط باثو الابوبتوسس. فلما الباكس والباد بيفتحوا بوابات الميتوكوندريا وبخرج السيتوكروم سي، تمام، بتتنشط الابوبتوسس وبتكمل عمليه الابوبتوسس. فالباكس والباد هدول برو ابوبتوتيك، بنشطوا باثو الابوبتوسس، اذا بيفتحوا البيرميابيليتي ترانزيشن بور كومبلكس، الفتحات هاي، وبسمحوا للسيتوكروم سي يخرجوا. البي سي ال 2 والبي سي ال اكس بيعملوا عكس هاي المهمه تماما، ها عكسها، بيسكروا البوابات البيرميابيليتي ترانزيشن بور كومبلكس، بمنعوا خروج السيتوكروم سي. فاذا بواقع الحال هدول بمنعوا عمليه الابوبتوسس، هدول بنشطوا عمليه الابوبتوسس، هدول بمنعوا. شو دورهم اذا؟ هو الجهات الامنيه اللي بتعمل حراسه على بوابات الميتوكوندريا، اشي بيفتح وإيش بيسكر. اللي بيفتح بيسمح بخروج السيتوكروم سي بتعامل مع برو ابوبتوتيك فاكتور او ابوبتوتيك اكتيفيتنج فاكتور، مع بعضيهم بيروحوا على الكاسفيزز وبدزوهم، بيعملوا لهم اكتيفيشن يكملوا عمليات الابوبتوسيس. تمام، فهدول هم دور البي سي ال 2 المانجمنت للميتوكوندريال بيرميابيليتي. تمام، الميتوكوندريال بيرميابيليتي واضحة؟ أول حصل مداكي نعيد كمان مرة أي حاجة تانية بدكم إياها؟